الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما توفيقنا إلا بالله، وما اعتمادنا ولا توكلنا إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الأحبة، فهذه الخطبة العاشرة من سلسلة الخطب التي نتكلم فيها عن الصفوة المختارة من عباد الله عز وجل، وهم الموصوفون في سورة الفرقان بعباد الرحمن. قال الله تعالى في وصفهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حديثنا اليوم عن كبيرة من الكبائر التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وحرمها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، واجتنبها عباد الرحمن في سلوكهم وفي أخلاقهم، ألا وهي شهادة الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى لا يشهدون الزور؟ أي لا يشهدون شهادة الزور. فهي هنا مأخوذة من الشهادة، بمعنى أن عباد الرحمن والصفوة المختارة من المؤمنين لا يورطون أنفسهم في هذه الكبيرة التي تعتبر من أعظم الكبائر في الإسلام، وهي أن يشهد الإنسان شهادة كاذبة لاقتطاع حق إنسان فتتسبب في ضياع حق من حقوق الناس، سواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم، لا فرق في ذلك. فاليمين الفاجرة والشهادة الكاذبة التي يقتطع بها حق إنسان ما مظلوم فيذهب عليه ماله أو حقه، فهذه جريمة من أعظم الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، كما روى الشيخان في الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وهذا يدل على أهمية ما سيقول. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أي رأفة ورحمة به صلى الله عليه وسلم لكثرة انفعاله. أيها الأحبة، المسلم لا يشهد زورا ولا يقول زورا،
وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وإنما عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عز وجل لما فيها من تضييع الحقوق واستلاب الأمانات، ولما فيها من تأجيج نار الخصومات بين الناس. فلذلك عباد الرحمن إذا طلب منهم أن يشهدوا بالحق شهدوا به وقالوا به، وقالوا ما يعلمون من الحق، لا يخونون ولا يكذبون ولا يزيدون في كلامهم ولا ينقصون، حتى ولو كانت الشهادة لصالح أعدائهم وخصومهم على حساب أقرب الناس إليهم. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تظلموهم أو على أن تكتموا حقوقهم. عباد الرحمن أيها الإخوة، إذا طلبت منهم الشهادة لا يأبون ولا يرفضون، كما قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعض الناس ربما لا يكذب في الشهادة ولكنه يكتم الشهادة، يتعين عليه أن يشهد في قضية من القضايا، ولكن يكون في هذه الشهادة وقوف أمام القاضي وذهاب إلى المحكمة وإحراج أحيانا أمام الطرف الآخر، وقد يكون هذا الطرف الآخر صديقا له أو قريبا له، فيقول لك: يا أخي اعفيني من هذه الشهادة، لا أريد أن أزعل فلانا، لا أريد أن يغضب مني فلان من الناس. وبالتالي يترتب على ذلك ضياع حق هذا الإنسان إن لم تشهد. أنت الآن سيأتيك في الدنيا وجع رأس إذا شهدت، ولكن إن لم تشهد سيصيبك العذاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وهذا يدل على أن كتمان الشهادة من الكبائر، كما قال عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أيها الأحبة، كم من حقوق ضيعت، وكم من حرمات انتهكت، وكم من أعراض أهينت، وكم من دماء أريقت، وكم من أرواح أزهقت، وكم من شعوب اضطهدت وتهجرت من أجل أن ناساً كتموا شهادة كان يجب عليهم أن يشهدوا بها. قتل آلاف الشباب، وهجر ملايين المسلمين، وانتهكت آلاف الأعراض، وبيعت بلاد الشام للفارسي والروسي، وأولئك الكذبة الفجار صامتون خانعون خائفون منافقون أفاكون، فقدوا طهر العمائم التي يضعونها على رؤوسهم. لقد رأيناهم في صلاة العيد وهم يتمسحون بالمجرم الطاغية السفاح، يكيلون إليه كلمات الاعتدال ويصفونه بأوصاف النبل وهو منها براء، وهم كذبة منافقون خائفون على وظائفهم، جبناء خائفون على منابرهم ومدارسهم وطرقهم ومناهجهم التي يحميها لهم ذلك المجرم السفاح، في حين أننا نجد شبابا في مقتبل العمر لا يعرفون من الدين إلا القليل، كسروا حاجز الصمت
وكسروا حاجز الخوف ونزلوا إلى الشوارع والطرقات يلعنون روحه وروح أبيه وأمه. الموت للجبناء منحدر وللهمم الصعود شتان ما بين الثعالب في المعامع والأسود. هذا أيها الإخوة أحد التفسيرين للآية الكريمة من الشهادة، والتفسير الثاني والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور، فهنا الشهادة يشهدون هنا من الشهود وليس من الشهادة، بمعنى أنهم لا يحضرون مجالس الزور. عبارات المفسرين متنوعة في تفسير الزور، هناك من قال الزور هو الشرك والكفر، هناك من قال الزور هو أعياد المشركين، هناك من قال الزور هو شرب الخمر أو مجالس الخمر، هناك من قال الزور هو الغناء والملاهي والطرب وغيرها، ويجمع ذلك كله هو عموم المعصية. فكل مجلس فيه معصية يمكن أن نسميه مجلسا من مجالس الزور. فعباد الرحمن أيها الإخوة لا يحضرون هذه الأماكن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مروا باللهو مروا كراما، يعني لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم في مجلس من هذه المجالس وكانوا مضطرين للجلوس فيه بعض الوقت أو للمرور منه فإنهم لا يجلسون ولا يتبسطون ولا يستأنسون، ولكن يغادرونها سريعا، فإن قدروا على الإنكار أنكروا وإلا أنكروا بقلوبهم ولم يجلسوا. لذلك أيها الأحبة من هنا كانت فلسفة الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم كل ما يعين عليه، كل ما يؤدي إليه، فلعن في الخمرة عشرة شاربها وعاصرها وحاملها وناظرها، ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء، ولعن النامصة والمتنمصة، ولعن النائحة والمستمعة، وذم المغتاب والمستمع أيضا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك إذا جلست مجلس سوء فإنك تشجع أصحابه على الجلوس، يعني لولا الحضور لما بقي هؤلاء في مجلسهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بجماعة قد شربوا الخمرة علانية، كانوا خمسة أو ستة جلسوا يشربون الخمر، فجاء بهم إلى عمر بن عبد العزيز فأمر بإقامة الحد عليهم. فقيل له يا أمير المؤمنين إن فيهم فلانا كان جالسا معهم وهو صائم ولم يشرب ولكنه جلس معهم، قال فابدأوا به الحد، ابدأوا به صائم ويجلس مع القوم يشربون الخمر، قال فابدأوا به، إن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. نحن أيها الأحبة نريد من المسلم أن لا يكون ضعيفا، أن لا يكون هزيلا، أن لا يقف موقف المستحي من الحق، موقف الخجل من الدين. عندما يجلس مع قوم يشربون الخمر لا يجلس معهم، ويرفض الجلوس على مائدة يقدم عليها الخمر، ويظهر دينه ويظهر اعتزازه بدينه، لا يتحجج بأنه مريض أو بأنه لا يحبه أو بأنه لا يشرب، ليقل لهم هذا حرام وهذا منكر وأنا لا أجلس في هذا المجلس، ثم ينصرف
سيجبرهم على احترامه رغما عن معاطسهم ورغما عن أنوفهم. الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان الضعيف الهزيل الذي يشعر بالخجل والعار من أن يظهر دينه وأحكام شريعته. نعم أيها الأحبة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، بمعنى أنهم يكرمون أنفسهم أن يشاركوا في هذا الباطل. كرم نفسك أيها المسلم من أن تجلس في مجلس يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. ما من قوم، يقول عليه الصلاة والسلام، جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم سترة يوم القيامة. أيها الأحبة، عباد الرحمن مشغولون بمعالي الأمور عن سفاسفها، مشغولون بالحق عن الباطل، مشغولون بالجد عن الهزل، مشغولون بالبناء عن الهدم، مشغولون بهموم أمتهم وعذاباتها وجراحها، ومن لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. لما كان الشيخ رشيد رضا صاحب المنار رحمه الله طفلا صغيرا، أكثر ما كان يؤرقه هموم المسلمين، أكثر ما كان يفكر فيه عذابات المسلمين. دخلت عليه أمه يوما وهو في العاشرة من العمر، فوجدته مطرقا رأسه هكذا متألما وأقرانه يلعبون في الحارة. قالت: ما لك يا بني؟ هل مات مسلم في الصين؟ شوف يا ابني، في شيء مسلم في الصين ميت حتى حامل كل هذا الهم؟ هذا المسلم الحقيقي يا أخوان. من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الشيشان أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وما حمص مهما لج بي دمها، أدنى إلى القلب من فاس وتطواني. دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها، أعظم بأحمد من هاد ومن باني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هكذا نريدكم يا شباب الإسلام، يا شباب التوحيد، نريدكم أبطالا في جميع الميادين، أبطالا في الدعوة إلى الله، شجعانا في ميادين الحياة، بعيدين عن الترف وبعيدين عن توافه الأمور، قريبين من معالي الأمور. قولوا الحق واشهدوا به. نريدكم أن تفكروا بعقلية عباد الرحمن، بإيمان ويقين عباد الرحمن، بأخلاق وتهذيب عباد الرحمن. يا شباب الإسلام، كونوا جند محمد عليه الصلاة والسلام، واملأوا الميادين والفضاء والأنترنت عملاً وعلماً وخلقاً وجهاداً في سبيل الله، وكونوا كما وصف أبو حمزة الخارجي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا؟ نعم الشباب مكتهلين، عمية عن الحرام أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم. قد نظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة، وكأن زفير جهنم في أذنيه. أنضاء عبادة، ناحلة أجسامهم، مصفرة ألوانهم، رهبان في الليل لكنهم فرسان في النهار. إذا رأوا رماح العدو قد أشرعت والسيوف قد انتضيت،
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله. فمضى الشاب منهم قدما، واختلطت رجلاه بعنق فرسه، وخضبت محاسن وجهه بالثرى، واحتوشته سباع البر، وامتحشته سباع الطير. فكم من مقلة في منقار طائر، طالما بكى صاحبها من خشية الله. وكم من كف بانت عن معصمها، طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده. شباب لم تحطمه الليالي، ولم يسلم للخصم العرينا، فلم تشهدهم الأقداح يوما، وقد ملأوا نواديهم مجونا. فما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغت لحونا. فيتحدون أخلاقا عذابا، ويأتلقون مجتمعا رزينا. فما عرف الخلاعة في بنات، ولا عرف التخنث في بنينا. ولم يتشدقوا بقشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يخوضوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا، يدكون المعاقل والحصون. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وبناتنا منهم، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم ونفسي وبال عصيانه ومخالفة أمره. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي سائر عموم بلاد الشام وفي كل مكان يظلم فيه المسلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا، وشاف مرضانا وفك أسرانا، واحمل كلنا وأغن فقيرنا، وأطعم جائعنا وابس عارينا، واسق ظامئنا، وفرج عن مبتلانا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم ارفع هذا البلاء عنا وعن إخواننا في غزة وعموم بلاد الشام يا رب العالمين، وفي مصر وفي العراق وفي السودان واليمن وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون ويظلمون يا أرحم الراحمين. اللهم ما لنا من رب وناصر وحافظ إلاك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.